ان شاء الله. عملتوا مع رفاق في المكتب التنفيذي على مبدا المشاوره، وكل الدعوات التي وصلتنا كانت تتخذ بقرار جنائي ان شاء الله. كما نرحب بالاخوه الضيوف، رابطه المحامين الاحرار ومديريه التربيه والصحه والدفاع المدني والهيئه السياسيه في حلب وحماه، والاعلاميين الاحرار. نجوى الاشقر، رئيس مكتب الوراق في الهيئه السياسيه ورئيس مجلس اداره في كليه اكسفورد للعلوم. طبعا نحن هون في انتخابات لمكتب المرأة والمكتب التنفيذي في الهيئة السياسية. طبعا كانت الانتخابات جدا تسير بطريقة جيدة جدا. نحن في مكتب المرأة سنعمل على تمكين المرأة سياسيا في كافة المجالات السياسية والاجتماعية. لمحافظة إدلب في دورتها الثانية. أهلا بكم من معرة النعمان، مدينة الشهداء الأوفياء.